تمام يا فندم، تمام عنصرين الموتوسيكل تمام. تمام، قوة بالكامل، اتخذ أوضاع التأمين. خطوة اثبت، لو خطيت خطوة ثانية هدوس على الزر وطربق النفق علينا احنا الاثنين. انت راجل كذاب، هو في حد بيستهزئ عشان يفجر نفسه؟ ارمي البتاع دي يلا. شكلك ما انت مصدق خطوة ثانية وهتلاقي نفسك في جهنم مع الزبانية اللي مثلك. وانت بقى كن فين؟ عند حور العين اللي بتحكي عليهم للعيال الصغيرين مش كده؟ طب انت بتقول انت تخش الجنه وانا متاكد ان انا هخش الجنه. دوس بقى على الزرار ونفجر نفسنا احنا الاثنين ونشوف مين هيطلع كلامه صح. وعليش كل هذا؟ احنا ممكن نعيش احنا الاثنين افضل ما نموت احنا الاثنين. يا عم يلا بقى، انا مش ناقص عبط، انا تعبان لوحدي. على فكره انا كنت اقتلك بس هم اللي عايزينك عايش، ولو موتنا هينزل واحد دلوقتي يخرمك. احنا فوق كتير قوي ما بنخلصش، انت مش فاهم الدنيا عامله ازاي فوق. يلا مش عايزين فرهده. يا عم يلا خلصني يلا. خلي بالك بس تفجر من غير ما تقصد. تعالى تعالى يلا اخلص.